ونروح مع حضراتكم لعداد مصر، واحنا بنشوف معاكم عداد مصر، بنشوف معاكم كل يوم عداد وتوقيتات مصر في مجموعه من الاجراءات والمشروعات وغيره، مشروعات عملاقه، وعندنا خطوات جاده وقويه للدوله في اكتر من اتجاه. ولما بفكر حضراتكم الناس تقول مثلا دول عملوا طرق وما عملوش مش عارف ايه، دول احنا هنعمل ايه بمشروعات الميه، هنعمل ايه بمشروعات الكهرباء. دي اسمها بنيه تحتيه. لما يكون عندك بنيه تحتيه، عندك طرق ممهده، عندك محطات كهرباء، ما عندكش عجز ومشاكل في المية، ما عندكش عجز ومشاكل في الكهرباء، ما عندكش حاجات كده، مجموعة من التفاصيل اللي أنا وحضراتكم بنقعد نتكلم عنها في كلمتين وخلاص الموضوع خلص، بتبقى مشروع عملاق مكلف الدولة فلوس كتير جدا، وفي طاقات بشرية كتيرة شغالة، في خبرة وفي تكاتف وفي قصص كتير وتفاصيل وحواديت كتير كلها كبيرة ونجاح كبير جدا، لكن احنا بنختصره في كلمات. وفي النهاية هو بيؤثر على الشكل العام للاقتصاد، بيبقى عندك حركة اقتصادية أقوى، بيبقى اقتصادك أقوى، بيبقى عندك ثقة من المستثمرين إن هم يعملوا عندك مشروعات، بيبقى في جذب للاستثمار الأجنبي وغيره يكون موجود عندك، بتبقى أنت حتى التصنيف، موضوع التصنيف الائتماني بيعلى بالمشروعات وبالبنية التحتية بتاعتك. فكل التفاصيل دي وإحنا بنتكلم عنها بنجيبها مع حضراتكم في عداد مصر. النهاردة أروح معاكم للشق الصحي، ولما يكون مواطن مثقف، مواطن صحته كويسة، بيكون عندنا ناتج أقوى، لأن القوة البشرية هي الأعظم، أكبر قوة هي القوة البشرية. أروح مع حضراتكم لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، وإنها بتقترب من المليون كشف، عندنا قربنا على رقم مليون في كشف حالات فيروس سي، وده في أقل من 6 شهور. ناخد تفاصيل أكتر بقى من ضيفنا عبر الهاتف، نورنا الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. دكتور وحيد صباح الفل. صباح الخير. دكتور وحيد اديني معلومات أكتر وتفاصيل أكتر، مستجدات كده. هو اللي تم في فيروس سي في اخر 4 سنوات بجد يعتبر انجاز تاريخي، ويحسب للقياده السياسيه في الرئيس السيسي ولوزاره الصحه للشعب المصري ككل، ان احنا تحولنا من اعلى نسبه اصابه فيروس سي في العالم لاول دوله مرشحه للقضاء على فيروس سي طبقا لتقارير منظمه الصحه العالميه. احنا اديك فكره عن فيروس سي في العالم كله، في حوالي 70 مليون مريض في العالم كله عند فيروس سي، منهم حوالي 5 مليون في مصر، وتم في اخر 4 سنوات علاج ما يقرب من 2 مليون مريض بفيروس سي بنسبه شفاء تصل الى حوالي حاجه 98%. لكن احنا عارفين من المدح اللي احنا عندنا في مصر في حوالي 5 مليون مصري مصاب بفيروس سي، ففي 3 مليون لا يعلموا بحقيقه اصابتهم بهذا الفيروس، وبالتالي مبادره السيد الرئيس للكشف عن او المسح الشامل لفيروس سي في جميع محافظات الجمهوريه، بالفعل بدات من حوالي 6 اشهر، وتم تحليل حوالي 5 مليون مواطن بفيروس سي، وتم اكتشاف حوالي نص مليون مواطن، وده هيبداوا في علاجهم، في منهم اللي ابتدى في علاجه وفي اللي هيبدا في علاجه، والحملة دي هتستمر لمدة عام، هدفها التحليل ل 45 مليون مواطن في سن 18 إلى سن 60، وأي مريض يثبت إصابته بفيروس سي هيتم علاجه فورا، وده تاني برضه أكد إن ده ما بيحصلش في أي حتة بالعالم، إحنا المرضى في إنجلترا وفي أمريكا بيستنوا بالسنين عشان يتعالجوا، إحنا في مصر بنعالج أي مريض فورا أول ما فيش إصابته. فده الوضع الحالي بتاعنا. موفقين يا فندم إن شاء الله، شكرا على المعلومات. بشكر حضرتك ضيفي الكريم الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. ده مشروع مصري برضو، مشروع معنوي وصحي ونفسي، ومشروع بيتكلم في الأساس المهم جدا للدولة هو صحة المواطن. مرض موجود بتتعامل بشكل طبيعي جدا لحد ما يحصل حاجة فتكتشف ان المرض ده موجود، اكتشافه مبكر بيساهم زيه زي امراض كتير في العلاج، والموضوع بيوصل للنهاية ان انت بتتعالج، العلاج موجود في مصر متاح للمصريين، تجربة 6 شهور، واحنا بنتكلم عن الكشف عن اكتر من او رقم يقترب من مليون حالة، وعندنا حالات علاج كتيرة جدا، وبنحقق رقم عالمي في الموضوع ده ان شاء الله. جنب بقى التوعية نوصل ان احنا يجي وقت من الاوقات احنا قضينا على المرض ده تماما بإذن الله، تجربة مصرية فريدة. خلينا نروح مع حضراتكم ليه